لين تتواصل عملية العبور بالمنفذ البري الحدودي برش الجديد بشكل طبيعي للمستويين الإداري والأمنية. فإن ما يجري داخل الأراضي الليبية من تصاعد لوتيرة النزاعات المسلحة بين الأطراف الليبية أثر بشكل واضح على هذه الحركة ذهابا وإيابا. تجلى ذلك من خلال تقلص في أعداد الوافدين والمغادرين، خاصة في الفترة الليلية التي تنعدم فيها الحركة بشكل يكاد يكون كليا، فيما بالنسبة للعائلات الليبية التي تفضل الترحال نهارا لأسباب أمنية. أما على الصعيد التجاري فقد تعطلت الحركة ما يقارب عن الأسبوع، ويعود ذلك إلى خلافات ليبية داخلية، فمنهم من لا يرى مانعا في تسريح السلع والبضائع في حين تمانع أطراف أخرى في ذلك. وبين هذا وذاك تتواصل معاناة التجار لصعوبة ممارسة نشاطهم المعتاد. الإذاعة الوطنية التونسية.